سميتي أبو بكر من السنغال أنا في المغرب دابا 5 سنين وقيلة 5 سنين بيع وشراء الكوميرس ديال لي اكسسوار ديال التليفون و لي اكسسوار ديال الماكينات و شي حاجة هي هادي. صافا بخير بخير الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الناس مغربي الناس زوين و دريفين فهمتيني هي هادي. مزيان الحمد لله الحمد لله. كاين المغرب بزاف كجي من عندي الحمد لله الحمد لله. بزاف مغاربة مغاربة بزاف كاع الحمد لله مزيان. عيالات ورجالات كل شيء كل شيء. كاين شي شوية كنجيو من السنغال بحال لودا بحال لودا كنجيو من السنغال ولكن اخرين كنجيو هنا من قال جلال درب عمر و عندنا بغلف ولا لا خيسا مازال باقي وقيلا باقي هذا هل لودا هادو عندي من السنغال ونصوبهم انا انت اللي كتصاوبهم انا اللي كنصوبهم. Le message que je passe d'abord, c'est d'abord remercier la population marocaine parce que je vois que vraiment c'est une population très sociable, ouverte d'esprit. Et franchement, je me sens chez moi. Comme ils me disent à chaque fois, ils me disent que ça c'est ton deuxième pays. Et ça, je le confirme vraiment. C'est vraiment mon deuxième pays. J'aime le Maroc et j'aime les Marocains. في عمر هضره كنعرف دوزنا بزاف هنا ديال السنغاليين هنا اكثريه مشاو شي مشى لاسبانيا شي مشى رجع للبلاد شي مشى لتركيا كل واحد فين مشى. ابو بكر صديق ديالنا ملي جا هو لهنايا في 2017 تقريبا وتنعرفوه الله يعمرها دار تنعرفوا عليه مكان غير مزيان معقول ودري زوين نقي ظريف تحت الناس لا هنايا ودرنا في ثقه وداك الشيء حتى هو كنتعاملوا معاه وكاين الكليان ديالو تبارك الله تيجيو عندو ديما تيجيو عندو الكليان ديالو وزوين مقبول عند كلشي تبارك الله الله عمرها دار الدري زوين